شركتها بوردر إمليس يوصيدو كلاين دبيرتا أيا مغالادة هرغيسا وحي كو كلا سعدين هشي سلابة جيسو دو كو سابسان إسكاشيغا تمرتا يوصيدو كلا سوغينتا كاسي او شركت دا اندبيرتو أي هرغيلينيسو مشروع بلادن أو ستيو ديو طبان كيلومتر أديغا كورنتادا لغانا قاد يو مغالادة هرغيسا لانا جارسين يو أبارسا إسلامار كانا نقون يا مشروع يوغو بلادنا كورنتادا إي لغي هرغل يو سومالي لان مناسبة دان ايا وحا كسو غيب غلي مسوليين كسو دي حكومة دا سلادين وح غارد ايو مرتشارف تيرا بدان اوغوه رينا وحا دا فرقا مناسبة دان هادا لكا چه ديه لبادا قدوم يه شركة دا بودير ميليس ايو سيدو كلاين دبيرتا محمد حسين عبدي ايو عبد الرحمن شيخ احمد نور وحانا ايرادين ما انتا distribution كاسي احنو سمايني انو محمد حسين ايو دبيرتو ان اي غاري دون تو سمايلا مير والبا هذه أنا كسر نقطة ناشنال جروب أوف كمبانيز وما هي ما يبي برتها محي مهم في قطة هاي الشركة ده بوردر إميلز إن هي هشي زي لقشة كو إن ده برتو حسوس عنها 1.5 ميجا وات أو ليرة إيه كسوس عنها هذا تاسي معناه إذا هو يعني شركة ده بوردر إميلز ليه كأي وبا حد هاي لما لاب كير إيه سوس عنها مركا كل يا محاور تاعن إن أنا الله وهي الله إنرجي قاعد شبان ee shirka da Soomaaliland ee soo doonka sano soo shaqeynaysay ay soo saartay wax ka dhiman waa infrastructure ama xarig la soo jiyo oo la abaarso la geeyo taasina run ahaantii fursad waan weydiisanay dowladda shirkaduna way ka codsatay in arrinka loo dhib yareeyo national group of companies tamartaas waxay keenaysaa waxyaabo badan oo development ah oo rural ah oo xagga abaarso ilaa way ka sii shisheeya and distribution ka qaybinta suuqa aan heshiiskooda galayno iyo qaybta leerka oo aan gaarsiinayno abaarso waxaanu dhiirigelinaynaa dhammaan shirkadaha warshadaha wadagtiin tamarta leerka waddankeenna culays badan buu ku hayaa markaanu shirar badan oo googoosa aanu yeelanay waxaan isla garanay maadaama uu dhiibax ku yahay قيمة الليل إن نسكة كاشنا ومسافة 6.8 كيلومتر تا وحلو قلنا هر مركة وطنك ورشدو وحلو من كوهرة هل كان لقى فريو كبوري دي تو حل نسكة كاشنا تا إنرجي إن شركة ها كلا وحلو بلغ هذا إن إحنا نأذيك في عن أونلاين كا قيمة ورشدها aanu siin doono waxaanu soo wadnaa qaybta leerka power station oo doono aanu ka dhisayno oo laga dhalin doono cadceedda iyo winka intaasi kadib waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinka socday labadan shirkadood marka ugu horeysa waxaan bogaadinayaa duruufaha kala duwan iyo xaaladaha kala duwan iyo waajibaadka kala duwan ee ay shirkadda Border Emilis u bareedhay سي أوسو سارتو قيمتي مانفاكتشرينكا ها ونتدي أنو أول دبدة كيني جيرني. وحن بلانكا هاذينا أنو غولي كباسيتي أكونتي يو وحي كاستو أولو باهنا إن أنو كوكود بينو إن أنو سينو طب كوفيلان أما لاير كوفيلان شركاتا سيدو كالا إن أنو كورو قادنو وحصو ساركا شركاتا أيا أنو كو بلانكا هاذينا هالكان. وهرمون دقالي مدام أي مانتا كشرا كوميا سو جينتي دغيغلا إيا تمرتي أولي سويدا سني سومالي لأن دغالي سو هرنيسا دالكا هرمر من سو هرنيسا مشروع عادو بلانوي ولي سيديا تمن كيلو متر وهاي فورت عند استيورتن مجرتو سومالي لأن جيبيكي dankooda waxa iyaguna madasha hadalka jeediyay qaar ka mid ah salaadiintii goobjoog go'aha heshiiskan
ومركي كوباد يا حفلتنا أنا هرجيس الله وقبتين ترى أنا وقرنا يا مكا والله بشر كذوب يا لنا يا استحقل وذا الشقين يا شراكونا أنا وحويا هرمر صاخر لي إن كمبنية وطنها شنورة الصومال لان المواطنين تين إسلامنا وحكى الصحيح لان دوينا هر الصومال لان فائدة وجرتا هي قنا هرمر بي صاخر ليان وحن آدي هذا سود وين يا لبضة شركة ضاد إيمانها مدوبي شركة ناشلان هي شركة بولري سلطان حسن سلطان عبد القادر ويسقنا مدرشة كهالي أي وحو يري كل المواطنين يشغل مني وكل دارا هرمر يتعب يمالقش يلوضع شكلات ودلك وحوين وحوين وعلى قياس مرين وعظيم قليل سلام رهان تعالى هرموت كأه كان عشتدي الله إنتا سيكاد من وحا هذا الكاقاتي أقاسمها كوميشن كتمرتا وحا نويري وكفر حسن هنا كسو قيب قلو إسكاشيقنا يسمين يعني لبضى شركات دينع هرمر كلو سمين يو ee dhaafsanaya adeegyada ay bixiyaan shirkad walba ta kala isineeyso ka commission tamar ahaan anagu fulinayna qorshaha qaranka ee anagu hoggaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxaan ka shaqeynaa in bulshadu hesho koronto ay u baahan tahay koronto bad qabta koronto qiimo macquul ah dadka ku gaadha koronto la isku halayn karo waxaan kala shaqeyn doonaa in koronto ay u baahan tahay ay gaadho iyadoo engineerada commissionku u eegayaan habraacida iyo hagaajinta ay dawladdu ugu talagashay si leedkaas uu noqdo mid safe ah bilicdi wanaajiya standardkii aan ugu talagalay dawlad ahaana gaara wa maxamed andar MMTV magaalada hargeysa